السلام عليكم متتبعين ديالي الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم طريقه تحضير بغرير بالسميده بلا ما تخمري بلا ما حتى شي حاجه. في المره الاولى ان شاء الله غيصدق لك 100% ان شاء الله، غير تبعي معايا المقادير والطريقه التحضير. على بركه الله بسم الله غناخذوا من هكس وغنديروا فيها واحد 4 ديال الكيسان ديال الماء. هذا البغرير ديك الساعه حتى تخبزيه جوج ثلاثة، هذا بالضبط الا درتيه من المره الاولى غيصدق لك مربعه. شتيو صافي؟ دابا غنديرو السميده. ها الكاس الاول، ها الكاس الثالث، صافي غنديرو الملحه، القميره. السر ديال هذا البغرير الا بغيتي ما يجيش دوك التقابي غلاط، غديروا نص معلقه ديال الخميره ديال الدار، ما ديروش معلقه كبيره، نص معلقه ديال الخميره ديال الحبيبات. صافي غندغير واحد المعلقه متوسطه ديال سنيده. ملي تحلى مزيان غنديروا الخماره وغنزيدوا نص خماره، ما ديروهاش كامله وما غنتسناوش يخمر، ديك الساعه غنطيبوه. هانتوما غتشوفوا نص ديال الخماره الثانيه، صافي وكنطحنوا. طحناه هانتوما كما كتشوفوا، هذا التبيبخات هادي بانه صافي. هانتوما شوفوا القوام ديالو، يعني هاكا خصو يكون القوام ديالو. ودابا شحنا المقله غنطيبوا، دابا كون مجهد هاكا صافي غناخذو نخليوها تسخن، ما نبردوهاش، ما تبردوش المقله باش ما تخسرش ليكم. هكا صافي نسنا هكا